أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 17. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. المحافظة على التراث. المحافظة على التراث واجب وطني لأنه يمثل هوية الأمة وجزءا من ثقافتها، ويقصد بالمحافظة على التراث حمايته من الاندثار والزوال بفعل التأثيرات الطبيعية أو البشرية. وسائل المحافظة على التراث. الوسائل العديدة عزيزي الطالب، تتمركز ما بين دور الدولة ودور المواطن. هذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة والمواطن بالتساوي، فالتراث تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. منع محاولات العبث بالمعالم الأثرية، التبليغ عن العبث بالمعالم الأثرية، تشجيع الحرف والصناعات التقليدية، محاربة أشكال التهريب والسرقة والنهب والتخريب والإساءة إلى الآثار، منع التوسع العمراني على حساب المعالم الأثرية، تنظيم فعاليات وأنشطة للمحافظة على التراث، ترميم المواقع الأثرية، العناية بالمتاحف الوطنية الموجودة في المملكة وفي الجامعات. البطاقة الآتية هي دائرة الآثار العامة، هي إحدى المؤسسات الوطنية التي تعنى بحماية التراث وتتبع لوزارة السياحة والآثار، تتولى إدارة المواقع الأثرية وصيانتها وترميمها، القيام بأعمال المسح والتنقيب الأثري. أيضا تعنى مديرية التراث التابعة لوزارة الثقافة بحماية التراث عن طريق إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتراث المادي وغير المادي. أما المتاحف الوطنية فتعمل على حماية المقتنيات الأثرية الموجودة فيها ورعايتها. بعد ذلك سننتقل إلى دور المنظمات الدولية في حماية التراث العالمي. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو، وهي تعمل في نطاق جامعات الدول العربية مقرها تونس، تهدف إلى تمكين الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ومن مهامها النهوض بالثقافة العربية وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي وتنسيق العمل المشترك بين الدول العربية الأعضاء. المنظمة الإسلامية للثقافة والتربية والعلوم، وهي فرع من منظمة التعاون الإسلامي مقرها الرباط. أيضا منظمة الأمم المتحدة، وهي وكالة دولية متخصصة لتتبع منظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحقيق التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة، ويكمن دورها في حماية التراث العالمي عن طريق مكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية والمحافظة على المواقع ذات الأهمية الخاصة سواء كانت ثقافية أم طبيعية. تعتمد اليونسكو عدداً من المعايير لتصنيف المواقع الأثرية التراثية لتصبح مواقع عالمية. هذه المعايير: أولاً أن تمثل مرحلة معينة من تاريخ البشر، أن يكون الموقع مثالاً للعمليات الجيولوجية وتساعد على تكوين التضاريس أو تطويرها، أن يكون الموقع مثالاً للعمليات البيولوجية التي ساعدت على تطور الأرض، أن يضم الموقع تنوعاً بيولوجياً أو يحتوي على أنواع مهددة بالانقراض من نباتات وحيوانات. أما المعايير الثقافية تمثل عملاً خلاقاً من صنع الإنسان، الأثر قيمة إنسانية، أيضاً يكون له شهادة فريدة لحضارة قائمة أو مندثرة، أن يرتبط ارتباطاً مباشراً أو ملموساً بالأحداث والتقاليد، المعيشة والأفكار والأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة. من مواقع التراث الوطني قلعة عجلون التي بناها عز الدين أسامة أحد قادة صلاح الدين الأيوبي عام 1184، هذه هي الصورة تمثلها. مدرسة الكرك الثانوية، تعد من أقدم المدارس في الأردن، تأسست عام 1899. من نماذج التراث العالمي القدس
وأسوارها، حيث تشكل قيمة مركزية رمزية كبرى عند أتباع الديانات السماوية، لما تحتوي فيه من مباني وأسوار تاريخية، المسجد الأقصى، قبة الصخر المشرفة، وكنيسة القيامة. قصر الحمراء في إسبانيا، والأمر ليس جديداً، قمنا بدراسته بتفاصيله في الصف الثامن، هو قصر أثري بني في العهد الإسلامي في الأندلس، ويتميز بوجود جناح الأسود، وهو بهو كبير تتوسطه بركة ماء عليها 12 أسدا. مدينة سامراء العراق أيضا على ضفاف نهر دجلة، وسور الصين العظيم بناه أباطرة الصين لحمايتهم من الغزو الخارجي. دمشق التي تعد إحدى أقدم المدن والعواصم في العالم. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة المراجعة، نوضح المقصود بالتراث اليسكو واليونسكو وآيسيسكو الترميم. إلى هنا أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.